سيارات مختلفة، دراجات نارية متنوعة، شاحنات وعربات عديدة، إشارات ضوئية تشتعل وتنطفئ، صوت صفارة رجل الأمن تعلو في كل مكان، الكل يريد العبور والخروج من خنقة وزحمة الطريق، تجاوزات ومخالفات، هكذا أصبح حال طرقاتنا اليومية. تعملش تجاوزات في الطريق ولا؟ لا نعمل ديما. كنا لازم نعمل راه. مش نعمل، فما عباد لزك باش تعمل تجاوزات في الطريق. لومبوتياج ولا العباد اللي معاك في الطريق يلزوك أنك تعمل تجاوزات، خاطر أنت كي هو ما يحترمكش تولي أنت ما تحترمش اللي من بعدك. وساعات وقت اللي واحد يبدا في عقله ما في جرته حد شيء، ما زاربه حد شيء، ما نعملوش تجاوزات. والله تصرفات نتاع المواطنين في الطريق معناها نشوف فيهم تجاوزات من العيار الثقيل، سورتو ولاد صفاقس، معناها ولاد صفاقس جينيرالمون اكثر بلاد الموفمون فيها في برشا مشاكل. ولا بروف المشكله الكبيره جايه من التاكسيات، سورتو من التاكسيات اللي عندهم لي موتو، معناها لي دورو هما اللي هما يلكوز لي بروبليم في حكايه الموفمون. مدينه صفاقس مدينة تكبر يوما بعد يوم، ويكبر معها أسطولها وتختنق شوارعها. يصرخ اليوم أهلها مرددين نفس العبارات: مدينتنا بحاجة ماسة إلى بنية تحتية جديدة، مع زيادة وعي المواطن بحياته التي ربما تنتهي بين لحظة وأخرى تحت عجلات إحدى السيارات. بنية تحتية ناقصة ياسر، أول حاجة هذه من حفر، من ركازي، من كذا، من أي حاجة راهي بنية تحتية مهمشين، عندنا برشا مهمشين في تونس، في صفاقس تو مثلا نحن عاصمة الجنوب، عندنا قنطرة برقة. لا البنية التحتية سافا با، وصفاقس ما عادش تطيق، معناتها واحد حتى في 10 كيلومتر ولا يلقى امبوتياج، معناتها القصصات الكل نتاع صفاقس كلهم سافا با، وسط البلاد ما عادش تقرب كريمون، معناتها كاو سي تو. معناتها بنية تحتية متاع البلاد لازم يشوفوا فيها حل اللي نحيو، خاصة اللي سميرو مورك ليم عاش أنا برشا حوايج، الكيران مثلا يشوفوا لهم حل. هي فما مشكلة، أول مشكلة هي الانفراستركتور، كياسات ياسر ضيقين، معناها أون كومبارون تونس أنا مشكلة كم تشوفوا ديجا كياسات معناها ضيقين شوية. وحاجة ثانية العباد كيما قلت لك إلسان أوبورتونيست، ما يعرفوش معناها يحترموا القانون، وسيرتو كي واحد يشوف واحد حرق فيه هو يتبعه سيستماتيكمون، فهمت؟ بنية تحتية لوغلا ما تحكيش، معناها بالنسبة لي أنا فضيحة، فهم شي معناها بنية تحتية والعباد كيفاش تراكي والتكسيستية كيفاش، معناها بيرمي ينسوها، فهم شي معناها بالنسبة للحكاية هذي أكثر سبب معناها من أسباب الحوادث والمشاكل بين العباد. أولويات أصبحت تمارس على الطريق العام بالتعنت والهمجية، سلوكات وتصرفات غريبة، فالكل يجري والكل يفكر في نفسه، قليل هم من يحتكمون إلى الوعي والصبر. لهذا السبب أصبحنا نسجل أرقاما قياسية في حوادث الطرقات. الأسباب أهمها هي أنه فما ارتفاع في عدد حوادث الناتجة عن مخالفة الإفراط في السرعة مقارنة بسنة 2011، لقينا تقريبا ارتفاع تقريبا 28.64%، وفي عدد القتلى التي خلفتها هذه الحوادث ب 15.6%. صحيح، فما برشا منه الوعي اللي ناقص برشا عند وعدم ترك الأولوية مثل السيارة اللي مقابلتك مثلا ولا اللي قدامك، فما برشا من الشيء هذا. هو مش ما عنده شوية، عنده وعي، هو ما انت عن قصد يتعمد المخالفة، ما انت فهمت. والله تنجم تقول المونتاليتي، معناها عباد ما على عصابة، العباد كل على عصابة، فهمتني؟ لكن ما يحبش يخلي الأولوية لصاحبه، فماش وصعبيل، معناها تحس العباد كل على عصابة استرسي. لا وعي شنو، لا ما عندناش حتى وعي، احنا كلنا نسوق بهمجيه، كيسريتو كامل في صفاقس العباد كل تسوق بهمجيه وتمشي بهمجيه، حتى لصقيق تمشي بهمجيه. تعاني المدن الكبرى من ضيق وخنقه الشوارع التي زاد عليها الاكتظاظ وتردي البنيه التحتيه، مع قله وعي البعض بقيمه حياته وحياه الاخرين، مما يحتاج الى مراجعه عده مفاهيم وسلوكات تنبئ عن مدى تحضرنا وتقبلنا للعيش في محيط مشترك.